هذه طريقة تجهيز وجبات كانتم باللحم عالية بالبروتين وبنفس ستايل المطاعم. طيب أول شيء عندي هنا شرايح لحم فيليه مقطعة بهذا الشكل، بحط عليها شوي صويا خفيفة وشوي نشا ذرة وبيكنج صودا، وبنخش عليها باليد وبنمكسها زين. طيب تعالوا نسوي الصوص. عندي هنا مرق لحم، بضيف عليه شوي صويا صوص، وبحط بعد صوص محار وشوي سكر بني، وبنخلطه زين. وفي وقت مسخن بحط شوي زيت. في الوصفات الآسيوية بشكل عام أحب أستعمل زيت السمسم. بننزل أول شيء البصل، وبعد كذا بنخش بالثوم المهروس وزنجبيل مهروس، وبعد كذا بننزل الفلفل البارد وبنحمسه دقيقتين، وبعد كذا بنخش باللحم. بنطبخ اللحم لحد ما يتغير اغلب لونه، وبننقل اللحم والخضروات على جنب مؤقتا. وفي نفس الطاوله بننزل مرق اللحم اللي سويناه، وبننزل النودلز، وبنسلقها في مرق اللحم لحد ما تلين شوي. ما اخذت مني 5 دقائق فقط، والحين بس نبغى نقلل المويه شوي. بعد كذا بنرجع ننزل اللحم والخضروات على المكرونه، وبنمكس كل شيء زين. وعشان نعطيها اللون الغامق بستعمل الدارك صويا صوص، بوزع عليها شوي كذا وبنقلبها دقيقتين. اخر شيء بنعطيها بصل اخضر. نبدا نلعب بالحافظات، وبنزين كل صحن بشوي بصل اخضر، ونقول بسم الله. هذه ما تقدر توقف تاكلها.